صباح الخير من مطبخ اسيا، وحلقه النهارده برضو هنعملها عن الاكل المكسيكي. صراحه الاكل المكسيكي بيجي لنا تعليقات كتير عليه على صفحه الفيسبوك، وناس كتير بتطلبه. فالنهارده هنعمل فاهيتا البحريات، الفاهيتا اللي هي فيها كلاماري جمبري، وكمان فيها الجندوفلي او المحار، وهنعمل رز المكسيكي المخبوز. بس عشان نكسب وقت نبتدي نشتغل في الرز المكسيكي عشان خاطر اول ما يستوي نكون احنا خلصنا الفاهيتا. عندي هنا حله هحاول اسخنها على النار، محتاجه احط شويه زيت زيتون، بالشكل ده، وهحتاج بقى معلقه خشب عشان اعرف اشتغل صح. هحتاج بصل. الرز ده جميل جدا صدقوني، يعني من ميزه من المميزات بتاعته ان هو بيقعد في الفرن فتره طويله كده، يعني حوالي 40 دقيقه، ما بيتحرقش وبيطلع طعمه حلو قوي وكله الوان. حتى انا ساعات بسميه رز المجوهرات لانه بيبقى عامل زي ما يكون فيه مجوهرات كده شكلها حلو قوي. وهنحط فلفل الوان، اخضر احمر اصفر، بس ممكن تشتغلي نوع فلفل واحد لو عندك، يعني مش ضروري الثلاثه مع بعض، بس طبعا الثلاثة بيحلوه وبيدوله ألوان كتير، مش بياخد فلفل كتير على فكرة، يعني ممكن نص حباية فلفل. وهضيف الفلفل الأحمر، بس هقلبهم شوية عشان يتسكر، أو اللي هو البصل يدبل سنة بسيطة، اجيب روح حلوه للرز ده. هعلي بس النار، اشيل بقى الحاجه عشان نعرف نشتغل مظبوط. انا في الوقت ده ممكن كمان اضيف صلصه الطماطم، وهحتاج طماطم مكعبات وذره وفاصوليا حمراء. مش شرط ان كل المكونات دي تبقى عندك، بس هو ده الهايل، يعني دي النتيجه الممتازه لكل المكونات. ممكن تشتغلي فاصوليا حمراء بس وفلفل الوان وطماطم، ممكن ذره بس وطماطم وفلفل اخضر وبصل، يعني بس حاولي كل ما كترتي الالوان كل ما كان حلو. يعني انا عارفه ان الطماطم والفلفل الاخضر والبصل ده موجود في كل بيت، فممكن مثلا تزودي شويه بصل اخضر كمان، ممكن فاصوليا بيضة حتى هي تسد، بس الفاصوليا الحمراء يعني بتبقى احسن. قبل ما اضيف الفاصوليا الحمراء هضيف الصلصة، لانه زي ما بقول لما بشوح الصلصة مع الزيت الاول مع الثوم بتدي روح حلوة. عارفه انا في الوقت ده هحتاج ان انا اضيف الطماطم عشان خاطر يعني اشوحها شويه وانشف الميه بتاعتها. طبعا الرز ده عكس الرز بتاعنا العادي الشرقي او المصري، مش هننكهه بس بالشوربه او بالبهارات العاديه بتاعه الرز، لا هنستخدم فيه البهارات المكسيكيه. البهارات المكسيكيه لو تفتكروا الموسم الاول من مطبخ اسيا لما عملنا التاكو المكسيكي بالرقاق، وعملنا الانشيلادا المكسيكيه بالرقاق الطري، كنا اتكلمنا فيها او عملنا في الحلقه، مش اتكلمنا بس، عملنا ازاي تعملي البهارات المكسيكيه في الهون. حتى لو فاكرين البهارات المكسيكيه احنا قلنا بتتعمل بسكر بني، فيها بودره الثوم، بودره البصل، فيها كمان فيها ايه، اللهم صل على النبي، بودره الثوم، بودره البصل، فيها البابريكا، فيها شويه شطه، فيها كمون، وفيها ملح، وفيها فلفل، وفيها كزبره ناشفه. طبعا الوصفة موجودة لسه على الموقع، ممكن في أي وقت تلاقوها، يعني ارجعوا للموقع بس هتلاقوا فيه البهارات.
انا في الوقت ده خلاص حاسه ان الدنيا عندي ابتدت تنشف، يعني كل السوائل بتاعت الحاجات اللي انا حطيتها دي خلاص نشفت. هضيف بقى فاصوليا حمراء، بنت لذينه الفاصوليا دي، يعني في الاكل كده بتبان بتبرق زي الجواهر، بحبها قوي انا في الطبخ. طبعا دي فاصوليا معلبه ناضجه اوريدي او مستويه، بنصفيها من الميه، بنشطفها شويه عشان المواد الحافظه اللي جواها، بيبقى كده جاهزه للاستخدام. عندي دوره صفراء، في المرحله اللي انا بضيف فيها الفاصوليا والذره عشان هما مستويين قوي ببتدي التقليب بالراحه عشان خاطر ما يكهروش. عشان كده احنا اصلا بنسوي الرز ده في الفرن عشان يحافظ على كل المكونات كده مع بعض من غير ما اي حاجه تتهري. لو سوينا على النار الحراره العاليه بتاعت النار دي هتهري الحاجه. هحط الرز، الرز اللي احنا بنستخدمه في الاكل المكسيكي هو الرز الامريكي المدور، او عندكم في مصر كمان الرز طويل الحبه مش البسماتي قوي، يعني ممكن حتى لو ما لقيتوش ممكن تستخدموا البسماتي، بس الرز الامريكي او الرز المدور هو الهايل، لانه بنطبخ بيه الاكل المكسيكي، ممكن الاكل الاسباني زي الفايلا، يعني بتبقى الرزايه كده مكبكبه. انا كده زودت الرز، في المرحله دي بضيف بقى البهارات بتاعتي. عندي مكعب مرق او حتى ممكن مكعبين، لان انتوا عارفين الرز بيبقى محتاج حاجه كده مالحه تديله طعم. اخففته بالشكل ده واغسل ايديا عشان اكمل. وهضيف معلقتين كبار من البهارات المكسيكي اللي احنا اتكلمنا عنهم، وصفتهم ارجع اقول ان هي موجوده على الموقع، او في اي وقت انا تحت امركم ابعتولي على الصفحه اديكوا المكونات. ما تقلقوش انا يعني على طول كونكتد، حتى لو مشغوله طول اليوم اخر الليل برد على كل المسجات. ممكن نعلي النكهه شويه لو مش عايزين نكتفي بالبهارات المكسيكيه، ممكن نحط كمان شويه بابريكا وشويه كزبره ناشفه، بس انا شايفه انه ملوش داعي لانه بهاراتي انا بثق فيها حاسه او عارفه ان انا عاملاها في البيت وحاطه فيها كل الحاجات دي، انتوا كمان اعملوها. هنحط الكزبره اللي هي فعلا حاجه بيتسم بيها المطبخ المكسيكي، المكسيك بيستخدموا كل حاجه هي عطريه او قويه، فالكزبره معروف ان هي اكتر من البقدونس فضيحه. وعندي مرقه، بس كده هروح بقى مقلبه كل الحاجات دي مع بعض. المرقه عشان انا ضايفاها سخنه، لو انتوا ضايفين المرقه دافيه ولا مثلا ساقعه مش مشكله، استنوا عليها لما تغلى وبعدين انقلوا الرز بتاعكم. ممكن نستخدم دي او دي، هنشوف مين فيهم اللي مريحانا هنستخدمها بقى. وهنجيب صينيه فرن او قالب فرن زي ما انتوا حابين، هنقربها هنا وننقل الرز في الصينيه دي ونسيبه يعيش حياته في الفرن زي ما قلت لمده 50-55 لساعه كامله. ساعات لو الافران شويه يعني مش قويه قوي، الافران البيتيه اللي ما بتبقاش فيها مروحه او حاجه كده، ممكن الرز ياخد معانا لحد ساعه و10 دقائق، بس اهم حاجه انك تسويه على درجه حراره واطيه شويه، يعني خليه على 150 عشان ما يشدش وكمان ياخد وقته ويفلفل ويبقى طعمه حلو. شفتوا شكله عامل ازاي؟ هو ده بقى الرز المكسيكي المخبوز. طبعا لو مستعجلين ممكن تعملوه كمان على البوتاجاز على فكره، يعني ممكن يستمر، بس ارجوكم على شياده الرز العين الواطيه وسيبوه يعيش حياته، ما تستعجلوش عليه، ان كل المكونات اللي فيه قبل ان هي تتهري ويبقى شكلها مش حلو لو علينا النار. ادي الرز المكسيكي المخبوز بتاعنا، احتمال الحله ما تاخدش كله بس احنا هنتصرف. كمان الفاهيتا اللي احنا هنعملها النهارده هتعجبكم قوي. اهو خلاص
خلاص كفايه كده، هسيب له مكان كده ينفش فيه. هدخله الفرن زي ما قلت على درجه حراره 150 واسيبه لمده ساعه، ونكون طلعنا فاصل ونضفنا الدنيا، ونرجع لكم بعد الفاصل نعمل مع بعض فاهيتة البحريات.